يا هذه السلسلة حول دنيا ودين. عايزين نحقق العبادة في الحياة بشكل صحيح من ثمار التقوى اللي ربنا يديها لك ويمكنك. نيلنا هنحميه ونحافظ عليه. هذا البرنامج برعاية مرحب بكم مشاهدينا من جديد في تاني فقرة حوارية معنا النهاردة. والحقيقة يعني حزب الغبد أسس ائتلاف المجلس المصري للمحليات اللي بيضم حوالي 25 حزب. الهدف من هذا المجلس هو تمكين الشباب من الإدارة المحلية للوطن ككل، كمان تفعيل يعني الدور الرقابي للإدارة المحلية من أجل مواجهة الفساد. كمان من أهداف المجلس الاهتمام ببعض المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة وتوفير كمان المسكن كحق من حقوق كل مواطن مصري. النهاردة حابين نتكلم أكتر عن أهداف المجلس المصري للمحليات مع ضيفنا النهاردة في هذه الفقرة، وهو الأستاذ موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية والمنسق العام للمجلس المصري للمحليات. أستاذ موسى أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بسيادتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل التحية والتقدير لحضرتك وكل الأحزاب المشاركين في هذا الائتلاف. ومهم جدا موضوع المحليات، حضرتك تعلم إن إحنا عانينا مرارا وتكرارا من موضوع المحليات ده، زي ما كنا بنعلق الأمال على الاستحقاقات التاريخية اللي إحنا مرينا بيها سواء من رئاسة الجمهورية سواء من البرلمان. أعتقد استحقاق هام أيضا هو انتخابات المحليات. مهم جدا هذا المجلس، رؤيتكم للمحليات القادمة إيه اللي إحنا بننتظره من هذه المحليات؟ إزاي نقدر نطهر ما رسبته المحليات الفاسدة والقديمة واللي كانت يعني ألقت بظلالها بشكل كبير جدا على كل المدن والأرياف؟ هو طبعا سيادتك بتثير نقطة في منتهى الأهمية. نعم. إن المحليات النهاردة هي العمود الفقري بتاع الدولة في المرحلة القادمة. صحيح. النهاردة إحنا في مرحلة لازم الشعب يدير نفسه بنفسه. نعم. وعشان ده يتم لازم يبقى فيه انتخابات نزيهة، يبقى فيه قوائم محترمة، في تواجد في كافة محافظات، في دستور النهارده بينظم المواضيع كلها، في نسب وتناسب موجوده النهارده، المرأه والشباب والعمال والفلاحين. جميل. فاذا في تنظيم كامل مطروح جديد النهارده، في متغيرات كتيره في القانون نفسه. النهارده المحليات اصبح ليها اوضاع سياديه في منتهى الاهميه، اصبح نائب المحليات النهارده له ادوار، يمكن انا عايز اقول اهم من ادوار نائب مجلس النواب. تمام. له صلاحيات اكتر النهارده بكتير، له حق المساءله، حق العزل، له مطالبات بأوضاع تختلف تماما عما كان سابقا. صحيح. تحرك في الميزانيات بتاعتهم. فإذا المحليات النهارده هي هتكون فعلا العنصر الأساسي كيفية الانتقال بمصر إلى مرحلة فعلا ثابتة وليها استقرار كامل. تمام. وده هيتم طبعا في حالة إن احنا نجحنا في المرحلة القادمة، ننظم نفسنا ونوحد صفوفنا كلنا. تمام. ونبعد عن الشخصنة وعن الأنا. صحيح. وندور على أسلوب فعلا علمي. صحيح. لكافية النهارده انتقال الأشخاص اللي هم يقدروا يقوموا بهذا الدور بالنسبة لمحافظاتهم وشعبهم وأولادهم وخلافه. فالنهارده شعار المصلحة العامة هو ما يتصدر يعني المهمات القادمة إن شاء الله. طبعا يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني زي ما قلت كلمة التنازل عن الشخصنة هو تجوب هذا الكلام. نعم. المصلحة العامة هي فوق كل فوق الجميع يعني. صحيح. وأنا أعتقد إن في وعي النهارده في مصر كبير جدا، والشعب فعلا بيبحث عن أوضاع مختلفة عما سبق، ولازم نبص النهارده لأمور عملية. احنا النهارده عايزين الشعب المصري يعيش في عزه ونفس وكرامه ويبقى عنده امكانياته ودخله، وده مش هيتم طبعا الا من خلال منظومه عمل متكامله، الناس فعلا تشتغل لمصالح الكل،
ولا ترجع الى الخلف وتشوف الفساد اللي كان موجود. طبعا احنا النهارده مش عايزين هذا الكلام يتم النهارده في المراحل القادمه. صحيح. وعشان ده يتم فعلا لازم يبقى في مجموعه عمل تتوحد مع بعض زي ما احنا بنعمل النهارده كالمجلس المصري للمحليات. جميل. بنجمع الجميع الاحزاب والمستقلين وخلافه وبدون رياسه. احنا بنعمل مجلس مصر للمحليات، هذا المجلس يجوب بكل المشاركين فيه والقواعد الاساسيه بتاعته بلا رياسه اطلاقا. احنا بنعمل نظام عمل تنظيمي من قسم الجمهوريه لقطاعات. جميل. وكل قطاع فيه عدد محافظات، وكل اعضاء المجالس الموجوده معانا هتبقى بتدير هذه القطاعات من حيث متابعه الامناء بتاعه المحافظات وانتقاء القوائم والفرز الحقيقي. مش عايزين النهارده مجاملات. مش عايزين واحد يخش النهارده في المجالس المحليه وعشان يعرف فلان او علان. لا، صحيح. النهارده الوضع يختلف. احنا مصر عايزه مرحله جديده فعلا وفكر مختلف تماما. جميل. واحنا بنحاول نعمل اللي علينا في هذا الوضع يعني. بالتوفيق يا استاذ موسى. يعني احنا عايزين برضو حضرتك تكلمنا بشكل موسع اكتر عن المجلس وعن اهدافه بالتحديد. اهداف المجلس المصري للمحليات ايه يا فندم؟ حضرتك المجلس المصري للمحليات هو اولا الهدف منه هو لم الشمل بتاع كل القطاعات المتنافسه اللي هي مش عايزينها تتوه الفتره اللي جايه. عايزين الناس يبقى لهم فكر موحد، هو فكر كيفية الانتقال بمراحل تنموية حقيقية. لأن في الآخر أنا شايف إن يعني إيه هو الهدف النهائي؟ الهدف النهائي إن يبقى عندنا رخاء اقتصادي، عندنا حياة كلها عزة نفس وكرامة. نعم. عندنا دخول تكفينا. مش عايزين واحد النهاردة يبقى عنده دخل ما يقدرش حتى يصرف على أولاده في المدارس. صح. فالكلام ده كله كلام طبعا بيوصل الناس انها تبقى فاسده ووصلها لهذه المراحل الانتحاريه يعني. فانا بقول النهارده اذا كنا نقدر نوصل بمستوى الفرد الى حياه افضل بكتير هننجح تماما. وهذا عشان يحدث هذا الكلام لابد ان احنا نشوف الاساليب التنمويه الحقيقيه، العمل الفعلي، ندي امكانيات للشباب امكانيات يبقى عندهم دخول. احنا بنبحث عن الراسماليه الوطنيه. مش عايزين الوظيفه خلاص، الوظيفه دي النهارده هي اللي جابتنا ورا. يعني حقيقه ان كل واحد بيدور يقول لك انا عايز واسطه اشتغل في وزاره البترول، عايز واسطه عشان هنا. لا، احنا مش عايزين الكلام ده. عايزين يبقى الشاب له ملكيه خاصه، ملكيه راس ماليه وطنيه. واحنا طرحين مشروعات تنمويه حقيقيه للشباب على مستوى افقي في 27 محافظه، بتديهم فرص النهارده توصل دخولهم قد تصل الى 5-6000 جنيه في الشهر. يعني حضراتكم تفتحوا مجال للشباب للشغل الحر، يعني يبقى في كده استقلاليه وبعد عن الوظيفه الحكوميه الروتينيه. ده لازم يعني. اذا ما عملناش كده يبقى احنا بنرجع لورا اكتر من الاول كمان واسوء. فانا طبعا لازم نتحرك بفكر تاني خالص في المرحله القادمه. وانا اعتقد ان الاتجاه هو هذا الفكر. وجهه النظر هي وجهه نظر الشباب كلهم، لان احنا معانا في المجلس النهارده كتل شبابيه في منتهى الاهميه. شباب من اللي عملوا ادوار مهمه في الثورتين وليهم تواجد النهارده، وانا شايف ان هم مظلومين في حاجات كتيره جدا. صحيح. والنهارده دورهم لازم فعلا ياخدوه وياخدوا حقوقهم ويشتغلوا في محافظاتهم. ان كل الشباب اللي موجودين النهارده في محافظات، احنا مش عايزين قاعدين في العاصمه، عايزين يقعدوا في محافظاتهم ويناموا محافظاتهم. صحيح. ويبقوا اهل محافظاتهم. وينفعوا طبعا هناك. وفي مشروعات مطروحه تديهم هذه الامكانيات من حيث العمل والدخول العاليه والسكن بتاعهم والاستثمارات في صناعات خفيفة وننشئ بعد كده بورصة الصناعات الخفيفة هناك في كل محافظة. جميل. ونعمل نغير الفكر يبقى رأس مالية وطنية. نعم. بالمعنى الحقيقي. نقدر نقول يعني المرحلة الجاية محتاجين تمكين أفضل للشباب، كنا بنادي بيه في البرلمان. أي نعم، نسبة الشباب يعني ما كناش بنتمناها أكثر في البرلمان، ولكن عندنا أمل في المحليات. عشان كده عايز أسأل حضرتك يعني كيفية الالتحاق بتدريب بالمجلس المصري للمحليات. الشباب إزاي نقدر نمكنهم؟ وهل التدريب مجاني؟ وتأثير ده في إعداد كوادر شبابية في المستقبل إيه؟ حضرتك نقطه سيادتك بتسيرها دي في منتهى الاهميه، لان احنا بنتكلم على ارض الواقع. جميل. ومش النهارده ممكن تقول انا عملت نسب معينه في البرلمان. نعم. للشباب حقيقي ده دور مهم جدا وله فعاليه، ولكن احنا بنتكلم على الخبره. والشاب ده لازم النهارده يبدا حياته من ارض الواقع فعلا. احنا عايزين نمكنه من العمل بايده، ينزل يبقى عنده ملكيه خاصه، يعمل بطريقه بيبقى له دخل حاسس ان هو لو هو عامل دخل بنفسه. مش عايزينه يتكلم ويفتي في قوانين ما عندوش خبره فيها. يعني هو النهارده احنا عايزينه، ومش عايزينه يبقى تابع، عايزينه يبقى قائد يعني. فدي نقطه ليها اهميتها برضه، يكون مؤهل طبعا، ودي ضروري جدا. ودي تيجي بقى زي ما حضرتك قلت بالتدريب والتثقيف فعلا، وده اللي احنا عملناه فعلا. عاملين تدريب وتثقيف كامل للشباب، والحقيقه ربنا موفقنا ان احنا عندنا، انا بقول المدرب الاول في مصر الدكتور عادل عصمت، هو راجل فعلا قيمه كبيره جدا ودرب كل احزاب مصر. جميل. واحنا عاملين برامج تدريبيه تثقيفيه في كافه محافظات مصر. تمام. وبدانا فعلا،
بننتقل للمحافظات وعندنا اسبوعين بيجي في تدريب عندنا، ففعلا في نوع من التطوير كامل للفكر والاداء للتدريب نفسه. ده بيتطلب ان الشاب اللي بيجي يتقدم لينا بيتقدم لينا لان هو يرغب في ذلك فعلا، ان هو فعلا عايز يتدرب، عايز يبقى كويس. وده نتج من نتيجه الموقع اللي احنا انشاناه للمجلس المصري للمحليات. احنا شفنا موقع الحقيقه ما شفناهوش في حياتنا قبل كده، لان ده دليل ان الشعب واعي. النهارده احنا عندنا اكتر من 5 مليون مشاهد دخلوا على هذا الموقع في خلال 6 اشهر، واكتر من 120 الف اعجاب في هذا الموقع، وحوالي 30 الف استماره تقريبا دخلوا مالوا استمارتهم على النت نفسها اونلاين يعني. فبالتالي ده دليل ان اللي بيعمل الاستماره بتاعته وبيعمل مجهود ويفتح يحط بياناته كلها، فده مرشح جيد. صحيح. ده راجل عايز يخش فعلا يعني، عايز يبقى له دور فعلا الفتره القادمه يعني. ان شاء الله. طب استاذ موسى، بالنسبه بقى لاماكن التدريب، يعني اماكن التدريب اللي وفرتوها علشان الشباب يروحوها ويبداوا فعلا في التدريب الفعلي، زي ايه الاماكن دي؟ احنا اولا نتميز ان احنا كحزب، اولا احنا بنقول الحزب دوره وقتي لانه كمنصب، لكن احنا نتساوى مع كل الاحزاب الموجوده. والنهارده الفرصه كبيره لان احنا دشنا 25 حزب دخلوا معانا، والموضوع كبر جدا النهارده. لكن في الاول اعتمدنا على الامانات بتاعتنا كحزب، فتحركنا في محافظات كثيره من كفر الشيخ للمنصوره للفيوم لاسكندريه لقليقو، فبنستخدم الاماكن بتاعتنا في الامانات. ولو كان العدد كبير اللي بيجي يتدرب بناخد اماكن كبيره تستوعب هذه الاشخاص. المرحله القادمه طبعا هنبتدي نوزع العلاقه التدريبيه دي بيننا وبين الاحزاب الاخرى، وهنبتدي نستخدم كافه الامانات الموجوده عشان نمشي بالتوازي على كافه محافظات مصر. ما نقدرش ناخدهم محافظه محافظه. جميل. لازم نتحرك بالتوازي مع كذا مجموعه. طيب. والحقيقه عندنا مجموعه متدربين على مستوى جيد جدا. وعملنا تدريب للمدربين، ودي نقطه مهمه جدا، تأهيل يعني بشكل تأهيل للمدرب. جميل. واصبح عندنا يعني مدربين كثيرين جدا يقدروا يقوموا بالتدريب حسب النمط الموضوع من الفكر التدريبي بتاع المجموعه. جميل. برضه حابب اطمن الشباب اكتر ونعرفهم ماذا بعد التدريب. حضرتك تعلم ان في مجالات كتير جدا للتدريب، والشاب لما يجي يدخل مجال تدريب بعد ما اتدرب ايه اللي هيحصل؟ عايزين نطمنهم ايه اللي هيكون بعد التدريب. هل هيكون ان شاء الله تكليل للمجهود اللي قاموا به خلال هذه الفتره التدريبيه؟ واين الصعيد الجواني؟ لان للاسف بعض الخطوات الايجابيه بتبقى موجوده مهتميه فقط بالمدن والاماكن القريبه بمنطقه الدلتا او القاهره. الصعيد الجواني برضه محتاج يا فندم نقطه ايجابيه، كلمنا عن هذه الجزئيه. منتهى الاهميه طبعا. اولا احنا بنتكلم على لما بنتكلم على التدريب بنتكلم على التدريب وتمكين الشباب من الملكيه الخاصه بعد كده. احنا مش عايزينه يجي يتدرب ويقعد في بيته. صحيح. يعني ايه استفدنا منه ايه؟ احنا عايزينه يبقى متدرب ومؤهل ان هو يقدر يعمل وينتج ويبقى له دخول عاليه جدا ويطلع بره اطار يقف في الطابور مستني وظيفه. بالظبط. ويتعامل فعلا بعزه نفسه وكرامه زي ما قلت سيادتك، لان هي دي اساس النجاح بتاعنا. نعم. مش عايزين حد النهارده يحس انه بيمن على حد. هذا الشاب بيجي له دخله ومكسبه من جهده وعرقه وشغله. وبالتالي يبقى عنده سكنه، يقدر يتجوز، يبقى عنده امكانياته، عنده استثمارات في مصانع صغيره. ويمكن انا لو تطرقنا الموضوع ايه هي الفكره النموي اللي احنا طارحينه، هتجد ان احنا فعلا مدين للشباب فرص كبيره جدا، لان احنا بندي فرصه ان كل شاب يبقى عنده عدد 2 صوبه زراعيه في الزي الصحراوي. بنتكلم على 80,000 صوبه في كل محافظه لمده 4 سنين كل سنه. نعم. في 25 محافظه اللي زي الصحراوي. نتكلم على سكن، بس نظام سكن بطريقه مختلفه تماما. احنا مش عايزين ان الشاب يجي ياخد شقه سكنيه ويلاقي نفسه بيدفع قسط 1500 جنيه في الشهر ما عندوش هذا الدخل. نعم. وفي نفس الوقت الشقه عايز 2 ضامنين له، وعايز وعايز وعايز، فطبعا العمليه كلها ما بتجيبش همها. تمام. فاحنا طرحنا العمليه بالمعكوس. احنا قلنا البنك هو البنك يبقى هو المستثمر. هو صاحب الحق في هذا الكلام، لا رهن ولا عقارات ولا كلام من ده ولا ضمانات. والشقه دي تبقى حق تخصيص للشاب يسكن فيها لمده مثلا 10 سنين ومن حقه يتملكها في اي وقت في ال 10 سنين بسعرها الاساسي. لان احنا حولنا البنك الى مستثمر، فهو بياخد عائد من الشاب ده مثلا 7% او 5% في السنه نظير استثماراته. فلما يجي ندفع له استثماراته يبقى الاستثمار ده رجع لصاحبه للشباب. تمام. فبالتالي يقدر يدفع في الشهر 700 جنيه او 600 جنيه في الشهر مع دخله من الصوب الزراعيه. الصوب الزراعيه احنا عاملين دراسات من نتيجه خبره 25 سنه فيها على الاقل، يعني ان الصوبه دي ممكن تدخله على الاقل 2000 جنيه في الشهر. واذا عملنا تصدير 30% فقط من هذا الانتاج هيوصل دخله حوالي 500 دولار في الشهر. بسعر النهارده بنتكلم على 5000 جنيه تقريبا في الشهر. فاصبح النهارده في دخول عاليه جدا للشباب ممكن تتم.
عنده سكن يبقى موجود في نفس المنطقة، وهيبقى في كل محافظة طرحين 30 مصنع صغير تتراوح رأس مالهم من 5 إلى 10 مليون جنيه، هتترقى بالأسهم السهم ب 10 جنيه ومضاعفاته لغاية 100 جنيه. فيبقى كل شاب من حقه يتملك أسهم في هذه المحافظة وتكبر أسهمه، وفي وقت معين تترقى هذه الأسهم برضه في بورصة المحافظة. صحيح. يبقى له دخل من رأس المال الاستثماري، عنده سكن مرتاح فيه، عنده دخل من الصور بتاعته الزراعية. فدي المنظومة اللي احنا طرحناها فعلا للشباب الفترة القادمة. نتمنى يا رب ان يكون هناك العديد من الاستراتيجيات الأساسية والتنموية، والاستراتيجيات اللي ممكن تلقي بشكل كبير جدا أولوية وأهمية لدى الشباب. حضرتك تعلم ان الشباب هم بنات المستقبل والعمود الفقري لهذا المجتمع، وتمكين الشباب اعتقد ده حقهم في الفترة القادمة. نتمنى يا رب كل التوفيق للمجلس المصري، يا رب للمحليات ان ينال يا رب اعجاب وتقدير كل الشباب المصري، وان يستطيع ان خلط هذا الشباب في المجالات السياسيه اللي تحقق كل الخير لمصر الحبيبه. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم، للاسف وقت برنامجنا ينجلي مع حضرتك بسرعه. شكرا ليك ضيفنا العزيز المحترم الاستاذ موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، رئيس المجلس المصري للقبائل المصريه والعربيه، والمنسق العام لمجلس المصري المحليات. شكرا ليك يا فندم وشرفتنا، ورمضان كريم. شكرا جدا. شكرا لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا اكيد. وكل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. شكرا ليك. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل، معانا مفاجاه فنيه، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. هذا البرنامج برعاية Evergrow. خبراء صناعة الأسمدة في مصر والوطن العربي تطبق أحدث تكنولوجيا الإنتاج وأعلى معايير الجودة العالمية، بين أشهر الشركات العالمية في إنتاج سلفات البوتاسيوم المحبب والذواب والستاندرد. أعلى درجات الجودة للأسمدة الفوسفاتية الذوابة MAP UP MKP. Evergrow الشركة الرائدة في تصنيع نترات الكالسيوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Evergrow متخصصة في إنتاج تركيبات NPK الأكثر فعالية، باودر، سائلة، معلقة. Evergrow تنتج أحماض وكيماويات أعلى نقاء، حامض الكبريتي، حامض هيدروكلوريد، كلوريد الكالسيوم، كبريتات النحاس. Evergrow لدي أحدث المعايير المعملية في مصانع أبو رواش والسادات والحاصل على شهادات ISO. منتجات Evergrow مطابقة للمقاييس الاتحاد الأوروبي REACH. ميفاك أول مصنع للقاحات في مصر والشرق الأوسط لتصنيع لقاحات عالية الجودة. ميفاك صرح عالمي بخبرات عالمية بأيد مصرية. ميفاك حلول فعالة لمواجهة المشاكل المرضية المحلية، اعتماد كامل على الأبحاث والدراسات العلمية. ميفاك تضمن لك إنتاجا حيوانيا وداجنيا أفضل خاليا من الأمراض. ميفاك جهد كبير لتحقيق احتياجات السوق من اللقاحات عالية الجودة لتصديرها في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ميفاك هرم رابع على أرض مصر. أهل بلدنا، كنيسة ومدنة، قولوا لأولادنا والأحفادنا اوعى المية تروح على الأرض. ده احنا بنينا زمان السد. درس الأول من سنة أولى حصة مصر من المية ثابتة ومعروفة. واروي لما الشمس تهيل والأناية تبات مقفولة، ونبدل زرعة بزرعة وطريقة بطريقة تكسبنا. نيلنا هنحميه ونحافظ عليه.